قراءة القرآن الكريم إما أن تكون بصوت عالي مسموع جدا، وإما يكون بصوت منخفض، وإما يكون بتحريك الشفاه، وإما يكون بدون تحريك للشفاه اللي هو نظر العين فقط، قراءة نظر بالعين. أما الأولى فلا بأس بها، خاصة إذا لم يكن يزعج غيره، أو والثانية كذلك. أما الثالثة وهي أن يحرك، أن يقرأ القرآن يحرك شفتيه فقط، هذه فيها أجر عند الله، لكن ليس كالذي يقرأه بصوت، لأنه خاصة الذي يقرأه بصوت يطبق أحكامه التجويد ويقرأ القراءة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، غير الذي يحرك شفتيه فقط، هذا غالبا لا يحقق أحكام القراءة من التجويد وغيره. أما الذي يقرأ بعينه فقط ولا يحرك شفتيه فله أجر قطعا في هذا الأمر، خاصة إذا كان يتدبر، ينظر إلى الآيات يتدبرها وكذا، لا بأس بذلك. طيب، لكن لا يأخذ أجر من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا بالنسبة لمن يقرأ ويحرك شفتيه، والعلم عند الله جل وعلا. أما الذي يقرأ لا يحرك شفتيه فقط نظر، ينظر هكذا، هذا له أجر إن شاء الله تعالى. النظر في كتاب الله تبارك وتعالى والتأمل آياته فيه أجر، خاصة إذا كان الإنسان هذا يتدبر كلام الله جل وعلا، لكن يفوته أجر القراءة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يكثرون من قراءته بل ويحفظونه، وممن يقال له اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند كل عند آخر آية تقرأها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.